ده لا ده لا ده لا ده لا اه يا يلي ودي والله ما خدت تاني منه خالص. لا ماتش الله وحبيب قلبي ايه. طيب يا عم يا عم فيكوا ايه بقيتوا اقوياء قوي كده؟ ده المسدس بيقتل اسرع من الرشاش ده. لا ما عشان حاطط فيه الطلق المعزز المعزز. انا اخر مره شفتنا بعد ما تقريبا كده ايه ميه ماتت الله اعلم. وانا معيش ولا سلاح ولا معايا حاجه. اه طياره طياره فوق وحبيبي وحبيبي تحت. انت اعرف هو حبيبك تحت. كده انا اخدت الحاجات بتاعت ميه. لا يا راجل اه ده بتحلو. بس تظبط بس مش عارف اقدر. استنى اتروق وتحلو يا ابن اللذينه. ونقول بسم الله. جايلكوا شويه خنافس. لا مش انت مش انت 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 ابن ناس. مش انت مقرف قوي. انت بتسرع من حياتي. اي خناق ايه ده؟ انت ما قلتش ليه يا اسطى؟ انت خلاص معكش ايدين فموت بقى. السلام عليكم. حد يسأل الضيوف كده؟ انا مش دافع عندكم. استنى 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 ايه ده يا ولاد ال ايه يا عم الشغل ده يا عم؟ يا عم ايه يا عم؟ موتوا تليفونيش بقى. قفايا قفايا اتحشرت. طمطش ايه الرساله اللي طلعت دي يا عم؟ يعني كبر ان انت مش عارف اللي حصل. ربت يا عم طالع المجدم من غير ما اقصد. هو ماتش قلت لك طالع المجدم قوي جدا. طب ما ماتش ازاي؟ خد طالع المجدم وما ماتش يا عم. ما هم قالوا لي كده قالوا لي طالع. والله جربتها قبل كده. انت شفته جربتها قبل كده. الطالع بتخلص على طول. شفت يابا ان مايا ايه سبب 5 دقايق بعد الجرعة التفايق ثم خلايا نسيج اختبار جرعة 12 دقيقة بعد الجرعة تخلص الخلايا 10 دقايق بعد الجرعة الموت. ايه ده؟ افتح يا سمسم. يبقى لازم احقن البت بتاع دي. بنت صغيرة. داي. ادي اخرك. لا مش اخرك قوي يعني. انا اسف. والله كنت بهزر معاك. Thank you.
اصلا بتضرب فين؟ تمام ماشي تمام زي ما انت والله ما ازعلك تعالى قلبي قد ما بعد بس هو ده مات ده ماتش هاي هو انت موتش بس انت بتزحف مسا مسا على الناس الكويسه ايه ده انت بتمشي انت بتطير انت لسه عايش لا مات يا عم افتح زق يا باشا اعطينا زقه ايه ده مش تيتا كانت قاعده هنا تيتا فين لا ده انا هطلع عيني ايه الا تيتا يا عمي ايوه كده رجعني بقى ايه لمكاني يابا بيت العيله بتاعي انا فاكر انا كنت بتضرب هنا لا لا مش تاني تاني مين قال لك يا مش عايز ابقى ابوكي والله بس انت في مشكله يعني يا لسه عايشه ايه ده لا يا راجل ايه ده كمان ما هذا جنان يا اخوانا يعني تلمي هذا جنان معلش هنشوف الحوار ده بعدين معلش اعطي تيتا ايه ده انا كنت بحبك والله من اول الجيم والله ايه ده والله ما كنت بكرهك والله كنت بحبك اسال اي حد ايه ده دي ساحت يا تيتا طلعت هي اللي عامله القلق ده كله هو انت قفل عليا هو انا ليه حاسس ان شيكت قفل عليا تقريبا والله اعلم ليك يا تيتا كنت بحبك والله يا تيتا هيكرهها فين اضرب ايه تاني طيب رجلي يا بنت ال... رجلي يا رجلي ده ايه ده؟ ايه السلاح ده؟ ده ايه ده؟ فوق عليك ولا رخمة أوي ده انت طلعت تيتا يا جدعان اللي انا قاعد بقى كنت والله قال لك نفسي في عيله
انت انا كنت بحبك والله، انا اقول الجيم بقول عليك انت الهادي العقل اللي فيهم، لا انت اللي عامله قلق. اه والنبي ده انزلوا خدوني والنبي. ايه الدبانه الرخمه دي؟ اخويا يا عم حبيبي والله. ايه ده ما ماتتش؟ احنا بامان يا اخوان، انا كده فرحان خلاص ماشي. ايون ماشي يا جدعان. وبكده نكون ختمنا اول لعبه في القناه. انا مبسوط قوي من الحوار ده عشان دي تقريبا دي اول لعبه فعلا ختمناها في القناه، مفيش ولا لعبه ختمناها في القناه، يعني مفيش لعبه بداتها فحسيت انها عجباكو فبدات اختمها خالص، دي اول واحده ختمها فعلا في القناه. فشكرا جدا ليكم وشكرا لاي حد فضل متابع السلسله دي لغايه ما خلصت، وشكرا جدا لكل واحد حط لايك في السلسله الجميله دي. و لو عايزين اي سلسلة العاب تانية قولوا لي تحت في التعليقات وانا ان شاء الله هحاول العبها لكم. وشكرا جدا لكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا جدا لكم والسلام.